المتظاهرون في العراق يحتشدون لاحتجاجات جديدة ويكسرون حظر التجوال في بغداد. مسؤول بالخارجية الأمريكية يؤكد مقتل مساعد البغدادي في سوريا. ماكرون يدين اعتداء مسجد بان ويتعهد بحماية مسلمي فرنسا. السابعة صباحا الخامسة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري جديد من القاهرة، أهلا بكم. يواصل العراقيون الاحتشاد في ساحة التحرير لمواصلة التظاهرات المستمرة منذ 8 أيام، ولا يزال متظاهرون معتصمين في ساحة التحرير حتى ساعات الصباح الأولى، رافضين إنهاء احتجاجهم والالتزام بحظر التجوال الذي فرضته قيادة عمليات بغداد. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي كان يمثل أولوية قصوى منذ وقت طويل، ولم يستبعد ترامب السماح بنشر جزء من التسجيل المصور للغارة التي قتل فيها البغدادي. ومن جهة أخرى، أكد مسؤولون أمريكيون مقتل الساعد الأيمن للبغدادي والمتحدث باسم تنظيم داعش أبو الحسن المهاجر الذي قتل في عملية أخرى للقوات الأمريكية. أعلنت جمعية مصارف لبنان استمرار إغلاق البنوك اللبنانية اليوم الثلاثاء بجميع أنحاء البلاد. يأتي هذا فيما حذر حاكم مصرف لبنان من انهيار اقتصاد البلاد خلال أيام إذ استمرت الاحتجاجات. وصل وفد الحكومة السورية إلى جنيف للمشاركة في اجتماعات اللجنة الدستورية السورية. ذكرت وكالة الأنباء السورية أن اجتماعات اللجنة ستنطلق الأربعاء المقبل بمشاركة 150 عضوا، قبل أن يتم تشكيل لجنة مصغرة من 45 عضو، بما في ذلك 15 عضو تدعمهم الحكومة السورية و15 للأطراف الأخرى و15 من المجتمع المدني. دعا مندوب فلسطين بالأمم المتحدة السفير رياض منصور دعا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. قال منصور عقب جلسة مجلس الأمن حول تطورات في الشرق الأوسط إن هناك إجماعا دوليا حازما على إقامة الدولة الفلسطينية على أساس حدود عام 1967. أصيب شخصان بالرصاص جراء حادث إطلاق نار أمام مسجد في جنوب غرب فرنسا. قالت وسائل إعلام فرنسية إن مطلق النار كانت لديه اتصالات مع اليمين المتطرف. من جانبه، أدان الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يدين بشدة الحادث، وقال ماكرون في تغريدة على موقع تويتر أنه يتعهد ببذل كل الجهود لمعاقبة منافذي الواقعة وحماية المسلمين في فرنسا. ختام الموجز، لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء.